هكذا تعيش قرية المحط بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة، حالة من الدهشة والذهول لدى اكتشاف الوالد عبد الصالح قاسم أن بناته الثلاث ذكور، وأن نبيلة وسلوى وزهراء بحالة نفسية حرجة بعد أن أصبحنا نبيل وسالي وزهران. كان يمتلك من الأولاد اثنين فقط وهم محمد وصالح وكثير من البنات، حوالي 8 بنات. وفجأة ظهر الكبير منهم وهو اسمه نبيلة. كان لا يأتيها قلق في الليل ويأتيها مرض، فذهب به إلى المستشفى، فقرر الأطباء على أنه ذكر وليس أنثى، فبدل ما كان نبيلة سموه نبيل، أجروا له 2 من العمليات. هكذا بدأت قصة التحول. أوجاع طالت نبيلة ذات 19 عاما، تم إسعافها إلى الأطباء بالحديدة ليفاجأ أن ابنته ذكر وليس أنثى، وتحتاج إلى عمليتين لاستخراج مظاهر الذكورة. والد الفتيات الفقير باع كل ما يملك وأجرى العمليتين لنبيلة، حيث نجحت العملية لتغدو نبيل. أولا أنثى وردوك على الذكر وجهزوه وطلعوا إن شاء الله ذكر، بس الغرامة تكلف زيادة. جاء قلق، سقط قلق وتناقر في الليل، وقال ظهري وجاءنا يشكي وذم، وقتها بيت الفحوصات كشفيات قالوا لي ولد مش بنت. لتفاجأ الأم بأن نفس الأعراض بدأت تظهر على سلوى بنت 14 عاما، وكذا زهراء بنت 9 أعوام، وتم عرضهما على الطبيب ليؤكد أن الحالة تتكرر معهن أيضا، ويحتاجن إلى عمليات لإعادتهن إلى طبيعتهن الذكورية. بيقته وهو اسمه نبيلة، خلفناه نبيل، وذاك سلوى خلفته ساري، وذا زهر خلفته اسمه زهران. خلاص وانتظر تتحيد انه كيف هو، نحن ما احناش ولا ربي محاولوا لحن بقنا بلهم عمليات، اذا نحاول ما ندرش ماشي نايت بيسو اذا نايت نقبلهم عمليات حقهم. وجد الاب ان حالة غريبة لم يكن يتوقعها، فبناته الثلاث فجأة اصبحن ذكورا بعد أن كان غالبية أبنائه إناثا. لكن الوالد الفقير لم يعد يملك قيمة تكاليف العمليات لسلوى وزهراء. دار بهم الزمان وأصبحوا الآن من الأنوثة إلى الذكورة، وهم الآن في مرحلة أن يصعب أن يتعاملوا مع الناس إلا إذا أجرت لهم هذه العملية، وهم أسرة فقيرة لا يمتلكون حتى قوت يومهم. ونناشد أهل الخير أن يدعموهم بما يستطيعوا حتى يقوموا بهذه العملية، وحتى يستطيعوا أن يخرجوا، وحتى يستطيعوا أن يواصلوا دراستهم. لم يعد للشقيقات الثلاث سابقا من الأنوثة سوى آثار أقراط في الأذن، كما تغيرت قصة الشعر والصوت والملامح وحتى الملابس، ذبل كل شيء في الصدر وبقيت آلام وأوجاع التحول، وكذا نظرة المجتمع التي لا ترحم. ردنا المرحلة وهم كانوا في مرحلة ثانية، بيقولوا خايفين يمشون ماشي طلع طبيعي، الا لا سوينا عمليات نجحوا، واحنا حال حياه الحمام انا ولدي. كتب الله ان تكون نبيلة نبيل وسلوى سالي وزهراء زهران في عمليه تحول مفاجئه وغريبه من الانوثه الى الذكوره على ابناء القريه. الاب الفقير يتطلع الى رجالات الخير ووزاره الصحه سرعه اجراء العمليات للشقيقان سالي وزهران حتى يتجاوزان آلام جسدية، وحلم أسرة تتطلع إلى أن يندمج أبنائهم في المجتمع بلا متاعب ولا وجع. عبد الحفيظ الحطامي لبرنامج أضواء سهيل، عزلة المحط، مديرية الزيدية، محافظة الحديدة.